فرأت المرأة أنها بهجة لكل العيون، وستكون بالتالي بهجة كقانون عام. فصارت عضو وغصن في هذه الشجرة والكرمة. ولما أطاع الإنسان إبليس إطاعة كاملة وأكل بالفعل من الثمرة، انفتحت عينهما وهي عين الجسد، وانطفى سراج عين الله. انطفأت النعمة التي أعطيت للإنسان، التي كان الإنسان بها لا يعرف أنه عريان ولا يشعر. فإن الأربع كائنات في سفر الرؤيا إصحاح 4 رآهم يوحنا مملؤين عيونا، وكان الرب كان يريد أن يذكرنا في سفر الرؤيا في آخر صفحاته بما حدث لآدم والفقد الذي فقده وهي عيون الله. لذلك رأى يوحنا أن الكائنات وهي النفوس التي امتلأت كل الملء وصارت صورة كاملة لله لها عيون الله. لهذا قرر الرب، يعني اتقررت الآية دي في نفس الإصحاح في رؤيا 4، ورآهم مملؤين عيونا، لأنه صارت أن هذه النفوس عضو في الله وترى بعيونه التي تشعر بفكره، فترى الأمور بمنظور فكر الله القدوس. وهذا ما حدث لإليشع عندما رأى جيش من الملائكة، وأيضا كل القديسين التي كانت ترى الله في كل حين، وترى وتفحص أيضا كل إنسان لأنها صارت جزء من الله. أما حواء لمجرد رغبت في شيء آخر غير الله، غير الهدف، صارت لها عيون إبليس. غريبة أوي الحكاية دي، مش عين، بهجة لعينها، بهجة لكل العيون، بهجة للعيون. رأت المرأة أن الثمرة بهجة للعيون. ده إيه ده؟ ده سكب عليها فكره. الحتة دي خطيرة. شهوة الجسد، شهوة العيون، حتى ما قالش شهوة أجساد. شهوة أجساد. شهوة الجسد، شهوة عيون. جمع. غريبة أوي الحتة دي، تايهة زي ما مليون حاجة تايهة عننا. صارت لها عيون إبليس وأدركت بفكره وفكرت بفكره وصار لها فكرها، وبالتالي صارت لها عيونه. لهذا رأت أن الشجرة بهجة لكل العيون التابعة، لكل العيون التابعة لفكر إبليس. هكذا الحال الآن، نحن صرنا مولودين بعيون رئيس العالم، ولكي تغلق هذه العيون لابد أن نطلب فكر الله وختانه، كما هو مكتوب: من هو أعمى إلا عبدي. دي في أشعياء 42. العجيب جدا، كل هذا حدث قبل القطمة، صارت بهجة قبل القطمة. العجيب جدا حدث هذا قبل القطمة. عشان كده يعني حاجات كتير، ملايين من المعلومات مفروض تتفهم عشان أفهم التجسد. ليه يضطر الله ياخد جزء؟ لأن الموضوع كبير جدا 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 وخطير. طب ليه خطير جدا؟ لأن الهدف كبير جدا جدا جدا، إن أبقى حتة في الله أو شريك في الله. طب يا رب إيه اللي أنت فكرت فيه ده؟ يعني إيه نبقى أحنا واحد فيك؟ ما هو محبتهم غير محدودة، يعني هي دي غلطته. دي مرة وشفت السيد المسيح في رؤية زمان، ما عارفش بين 20 سنة، لما كان واحد بيعاتب ربنا: ليه الألم ده وليه الباب ضيق؟ طب ما كنتش أنت خلقتنا عشان نبقى كده؟ قال له: يعني أنا غلطتي إن كنت عايزة متعك أكبر متعة؟ قال له: كنت خلقتنا ده واحد زي القديس كان بيجاهد. طبعا أنا مش فاكر الموقف قوي، القديس كان بيجاهد قوي فكان بيسقط وتعب وبيتعب وكان بيرجع تاني ويضعف. فقال له: يا رب ليه يعني الموضوع ده؟ كنت خلقتني زي الملاك أو روح ما فيهاش جسد عشان أعاني كل المعاناة دي؟ فبيعاتب ربنا، فقال له: يعني أنا غلطتي إن أنا كنت عايزة متعك كل المتعة دي إنك تبقى حتى جوايا؟ يعني أنا اللي غلطان؟ فرجأ، ما احنا مش مستوعبين، مش وصلنا النقطة دي. برافو عليك، مش وصلنا. احنا وصلنا التقلية تتعمل ازاي مع الملوخية يوم العيد، وش معنى اليوم ده؟ عيد. احنا مسبيين سبي مركب ومش فاهمين اي بعد من ابعاده. ياما قلتها للرعاة وأساقفة، مش في مصر يعني، روم ومش عارف في السويد، ومرة كنت في ألمانيا وفي القدس وكنت في بيت لحم. يعني فعلا كان حتى أبونا فرنسوا قعد يضحك، فطس من الضحك. قلت له: إيه علاقة المسيح قام النهاردة بالديك الرومي؟
فانا دي يضحك، قلت له بتضحك ليه؟ قال لي ما فكرتش فعلا انا سني 60 سنة. قلت له ايه علاقه النهارده ولازم النهارده بالذات اللي مش بناكله طول السنه ان النهارده الديك الرومي يتحشي بالفريك وبالفستق واللوز ويتحط عليه اللي مش عارف ايه الصوص ولا ايه، اشمعنى النهارده بالذات يتعمل العشر انواع المكرونه؟ قال لي عشان العيد. قلت له ايوه اشمعنى النهارده؟ المفروض النهارده اليوم اللي افتكر المسيح قام، اتمتع بالمسيح اكتر، يعني اتامل في ازاي انا اقوم اكتر، اشمعنى النهارده هدي الجسد كل ما يشتهيه؟ لان الجسد هو الاله، هو ده العجل. من بدايه هارون عمل عجل، قال غدا عيدا للرب، صار عيد في اليوم ده للرب ده اللي هو ايه؟ العجل. وعشان كده كان اول ذبيحه مفروض تتعمل، احنا قلنا المره اللي فاتت منطقيا ان الذبائح تبقى من الحمير والخنزير، منطقيا الحمار اللي مفروض فينا هو اللي يتحرق، ماشي، بس لازم من البدايه العجل اللي هو الحيوان اللي بيرمز لانه بياكل من غير مخ الطور، هو ده البدايه، ده هو ده المصيبه. فيما انا بحط العجل على النار، الحمار والخنزير والكلب اللي بيقول كلب عدا لقيه بيتلاشوا، بس لازم عن طريق العجل. احنا قلناها المره اللي فاتت فاكرين، يعني ما ينفعش منطقيا الكتاب بيقول الانسان اللي بيخطي كل شويه مثل الكلب الذي عاد الى قيئه وخنزيره مختسله. اذا طب ليه ربنا ما خلاش الذبائح في العهد القديم من الحمير علشان نفتكر الحمار اللي جوانا يموت؟ ليه ما خلاش من الخنازير؟ وده منطقي، قدموا ذبيحه، هاتوا الخنزير لانه بيرمز للحاجه اللي هي بتميل للشر. اي ما هم انا ممكن اقدم دي كلهم في العجل، وكلهم في العجل، او الباب اللي هيخلي يموت الحمار والخنزير ان الجسد ده يموت، فيموت اللي جواه الطبيعه اللي تشبه للكلب واللي تشبه للخنزير واللي تشبه للحية لو مات الجسد. وصلت النقطه دي؟ عشان كده ضروري كان يتعمل العجل، يعني هروح ضروري يعمل عجل مش يعمل اي شكل تاني. برافو عليكي، ده ايه الشطاره دي؟ ليه هارون ما فكرش يعمل زرافه ظريفه يعبدوها؟ ليه ما فكرش يعمل غزاله او اي شكل، يعني اموره، الغزال امور، او اي شكل تاني، يعني ايش معنى العجل يعني؟ صح، برافو عليك. المصريين كانوا بيعبدوا عليها كتير، ايش معنى ده؟ قلنا مثلا انه اخذوا من قدماء المصريين، ايش معنى ده بالذات؟ هو فعلا كان بيعبد، صح، هو اكتر حاجه، بس يمكن ايوه غالبا بيبقى كان اكتر حاجه العجل. كان في امون ما عملش تمثال ليه؟ امون لو كان الموضوع ان هم تاثروا بالمصريين مش حيوانات، مش حيوانات، ليه بني ادمين ورعى وشمس. هو ربنا كان لازم يعمل العجل في حته هنا حابب اشارك بيها. هو كان بيحصل ان لما كانوا بيعبدوا حيوان كانوا هم بيشتركوا مع الحيوان ده بان هم بيذبحوه ياكلوه قدام الحيوان كده، كانهم اشتركوا زي ما بولس الرسول كده اتكلم في العهد الجديد وقال اللي بياكل من ذبائح الاوثان كانه اشترك مع الوثن. فهم لما كانوا بيجيبوا العجل عشان يشتركوا مع الاله ده كانوا بيجيبوا عجل بقى ويذبحوه وياكلوه كده، اشتركوا معاه مع نفس العبادة. ده المبدأ اللي موجود في العهد الجديد. فأعتقد المسيح استخدم الفكرة دي في إن احنا لما نشترك مع الجسد والدم كده كأننا بقينا واحد معاه. هو الفكرة دي أصلا موجودة كانت كفكر وثني، هو الفكر ده موجود فكر وثني، فهو طبعا هو محطوط في عقلهم ده ليه؟ ما هو برضو ربنا عنده حكمة. هو الفكر ده محطوط في عقلهم، هو بيهيئنا لذبيحة العهد الجديد، فهو موجود بالفطرة في عقل الإنسان، الفكرة نفسها موجودة بالفطرة في عقل الإنسان. ربنا كان بيهيئنا لأن المفروض الاتحاد هيبقى معاه هو وهيبقى في سر الإفخارستية كان قدام يعني. فهم استخدموا العجل علشان هياكلوا العجل، إنما ما في إله مثلا كان دبان وفي إله كان بعوض وفي دي كانت موجودة، بس هم مش هياكلوا الحاجات دي، عاوزين ياكلوا العجل بالذات. عايز أقول نقطة برضو بسبب في الموضوع ده، موضوع ان احنا بنعمل الموضوع ده يوم العيد بالذات ده الشيطان بيستخدمنا عشان نغيظ ربنا، والموضوع ده ذكر كتير في العهد القديم والواحد ما كانش فاهمه، كل شوية يقول عشان تغزوني عشان تغزوني عشان تغزوني. فالموضوع باين قوي ان احنا فعلا الشيطان بيستخدمنا دايما عشان نغيظه. شيء مؤلم طبعا.
إن عايزين نشبع بشيء تاني غير الله. واضح قوي قوي في العهد القديم الموضوع ده. الواحد كان بياخد صدمات كبيرة قوي قوي أما بقرأ ولاقي إيه الكلام اللي جديد كده، الكلام ليه الكلام عامل كده. لما الواحد فكر أكيد الكلام ما بيتقالش كده، وهو فعلا إغاظة، ونفكر فيها فعلا إغاظة غير عادية، وبيستخدمنا إحنا بالذات عشان يغيظوا دايما، وفي حاجات كتيرة. ده حاجة من الحاجات على فكرة الأكل. فعندما يبدأ الإنسان يختار الله أو يسأل الله ليوجه عقله وعينه كما فعل موسى، أو كما فعل أرمية عندما قال الرب له ماذا ترى يا أرمية، فوجه نظره لله، فوجه نظر يعني الله وجه نظر أرمية فوجد أمامه شجرة لوز، وهو كرمة الله وطبيعة عمله مع الإنسان أنه رقيب ويسهر عليه. فهذه هي كرمة الله وعيون الله التي جعل أرمية أيضا يراه بعيونه. فقال أرمية أنا أرى شجرة لوز، فهذه هي عيون الله التي أتمنى أن نرى بعيونه ونصير الجميع فيه ونرى بعيونه. وأيضا أم موسى التي كانت ترمز لأحشاء قلب الله، مكتوب فرأت لما رأت المرأة أنه حسن خبأته 3 أشهر. يعني هو بيورينا الفرق بين عيون الله وعيون إبليس. سوري بقى قبل ما نعدي على شجرة اللوز دي، امبارح كنت بحضر حاجات للخيمة يعني، فلقيت أن المنارة اللي مصنوعة، المنارة مصنوعة فيه ربنا حاطت 3 حتت، الثلاث حتت دول هم متاخدين من شجرة اللوز. حاطت الأول اللي هي الثمر قبل ما تفتح، وبعد كده الكأس، وبعد كده الزهرة، فدول متاخدين من شجرة اللوز. أنا عشان أفهم الفكرة ابتديت أعمل بحث على موضوع اللوز فين تاني، لقيت أن عصا هارون فيها برضو الثمر اللي طلعت هي لوز، لقيت الآية دي، فعرفت أن هو ده اللي ربنا عاوزه. ابتديت بقى أدور على إيه اللوز أصلا، يعني شمعنا عاوزنا زي شجرة اللوز. لقيتها أن هي أول حاجة في الشتاء، في يناير بتبقى أول الشجر اللي بيفتح في الشتاء. فلما انت ذكرت الحته دي قلت اشارككم بيها يعني. صحيح. كثيرون اعتقدوا ان الخطيه هي المشكله، وان الشهوه اذا كملت تلد الخطيه، الشهوه اذا حبلت تلد خطيه، والخطيه اذا كملت تنتج موت. والحقيقه ان الكارثه والخراب الذي حدث للبشريه بعيد كل البعد عن الخطيه بالمعايير الماديه التي نحسبها نحن معاييرنا الان. فالموت حدث في اللحظة التي رفض فيها الإنسان اختيار الله، بل بدأ يسري في البشرية كلها في اللحظة التي رفض الإنسان يكون الله مصدر شبعه، بل مصدر تعليمه، بل مصدر حياته، بل مصدر بهجته وشهوته. لهذا من يريد أن يفهم القضية يفهمها من علوها، مثل إنجيل يوحنا. لهذا نادى الملاك في سفر الرؤيا إصحاح 6 أن سمنية القمح بدينار قبل أن يكمل ويقول 3 ثمان شعير بدينار. حد فهم الحاجات دي؟ احنا قلناها كتير الحكاية دي، يعني أن الطريق عبارة عن 6 أيام الخليقة، 3 الأولانيين في 6 أيام اللي هو أرجع لصورة آدم الأول اللي هو في القيامة اللي هو 3 ثمان شعير، 3 أيام التانيين اللي توصلنا للكمال اللي هي سمنية القمح. الملاك قال الأول سمنية قمح، ما قالش 3 ثمان شعير بدينار ثم سمنية القمح. والشعير والقمح ربنا خلق القمح اللي هي الحنطة اللي هو رمز للإنسان اللي شبع شبع كامل بالله، وبقي صورة للمسيح المشبع القمح. لكن الشعير ربنا حتى خلقه أن البروتين بتاعه أقل والأملاح والفيتامينات أقل. الشعير مفيد جدا في العالم بس أقل فايدة من القمح، فهو بيرمز للإنسان اللي بيجاهد في البداية. لكن ليه قال سمنية قمح بدينار؟ عايز يفهمنا الصورة النهائية في الأول عشان نقتنع ونبتدي نجاهد. حد فاهم حاجة؟ زي ما موجود في عروس النشيد، نصنع لك سلاسل ذهب الأول وبعد كده قال الجمان الفضة بالظبط. ثم أكمل وقال 3 ثمان في الشعير. فسمنية القمح هي الشبع الكامل الذي بنعمة الله، وهو أول دينار أعطاه الرب للجميع. لهذا ففي إنجيل يوحنا أرانا الرب من لا يولد من فوق أولا لا يقدر أن يعاين الملكوت. فلا بد أن نفهم الهدف أولا لنقبل ونقتنع وأن نسير الطريق ونتتبع النجم من إنجيل متى. لابد أن نفهم الهدف أولا حتى نقتنع لماذا نتتبع كل هذا.
فالخطية ليست لها أي وجود في طريق الحياة. مفيش حاجة يعني الموضوع بعيد كل البعد. أنا بخطئ أم لا أخطي؟ ده هي عشان أنا طبيعتي ضعيفة بخطي. ماشي، الموضوع أبعد من كده بكتير جدا. بل حتى لو لم يفعل آدم أي معصية كان سيظل مائتا طول ما هو لم يتصل بالله ولم يحقق أي شيء. فكثيرين يرتلون الآن ويرنمون أن المسيح غفر خطايانا، فصار هذا هو الهدف، النجاة من الجحيم. وهذا الأمر بعيد كل البعد عن الهدف وعن الحقيقة. من كان يظن ده، الشخص اللي كان بيمليني أو القديس ده، من كان يظن أن قطمة واحدة أدت بهذا الخراب في هذه البشرية؟ هذه القطمة هي المرحلة الحقيقة، هي المرحلة الأخيرة من عدم اتصال بالله واختيار الله الإله والمعلم. فإن نتيجة هذا الأمر صار هذا الجوع وسعي الإنسان أن يشبع ذاته أن يصير مثل الله، فكان الوسيلة لتحقيق هذه القطمة. من كان يظن أن أول قاتل وأول مجرم يصير هو ابن آدم بدون معلم؟ علم النفس بيعلم حاجة، حصلت في قايين حاجة عكسها. علم النفس بيقول ما فيش إنسان مخلوق مجرم بطبيعته. طب ده احنا في عالم كله شرير، بالوراثة ممكن ناخد حتة إجرام، يعني الطفل برضو بياخد من أبوه. طب قايين ده تاني واحد خد منين وشاف مين عشان يبقى قاتل؟ إذن علم النفس فيه حاجة غلط. الإنسان ما بيتولدش مجرم، أمال ده يعني ما شاء الله هو جي منين؟ ده جي إزاي كده؟ ما حدش فكر إزاي قايين بقي مجرم وهو ما شافش حد. الحتة دي خطيرة جدا. شاف مين عشان يبقى مجرم؟ يبقى مفروض الآية تتقال بقى دلوقتي، تصورات القلب وقشر يبقى مفروض. السبب إيه إن خلق بقي قايين مجرم؟ إيه السبب؟ من كان يظن إن عدم الاتصال بالله يجعل الإنسان قصبة في مهب الريح يحمله أي ريح تعليم كما قال القديس بولس وكما قال الكتاب، والنتيجة يصير الإنسان حسب ظهر هذا العالم وحسب فكره. وأكبر برهان على هذه الآية أننا صرنا حسب ظهر هذا العالم قايين، الذي صار صورة من رئيس العالم تماما، الذي كتب عنه منذ البدء كان قتالا للناس وبدون معلم أو قدوة للإجرام. يعني قايين بقي مجرم بدون معلم، بدون معلم أرضي، بدون معلم إجرامي. قايين كان متعلم من أبوه الشيطان. أنتم من أبوه إبليس. برافو عليك. ما كانش آدم أبوه، كان رئيس العالم بقي هو أبوه. بالظبط. يعني مش هنظلم آدم ونقول أنه قتال، لا، سيبنا من آدم. صار لي فكر، ما اتولد من رئيس العالم. مين؟ فكره ان هو يموت اخوه، يعني هل يعني الشيطان حتى متهيألي الشيطان بريء منها كمان؟ يعني ازاي الشيطان بريء منها؟ ازاي وصلت له ان هو اخوه يموته؟ يعني ده ما فيش غيرهم. نقول الشيطان كان ما عندوش العاطفه والاحاسيس بتاعتنا، بريء منها الحته دي. غريبه يعني. لا، هو فقد الله. ما هو عايز يوصل ربنا نقطة، الإنسان زي إناء، عدم وجود الله فيه هيبقى فقد كل جود. ففي اللحظة دي هيبقى مزبي تماما من رئيس العالم، هيخليه أداه يعمل أي شيء حتى الشيطان لو ما عملهاش. شهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. نقول اتعلم كده مثلا من الحيوان، يعني شاف حيوان بيقتل حيوان. ما بعد السقوط ما كان في وحشين، ما تغيرتش برضو الطبيعه مباشره، ما لحقتش، ما بياكلش نفس النوع كمان حتى الحيوان. لا، ما هو ادم، ما الاسد ما ياكلش ابنه انسان الحيوان. ما هو ادم ده اللي هو اللي لا اكتر من الحيوان، ما سمعناش اسد اكل اسده. اي فعلا معناه في ايامنا دلوقتي. لا، الوادي ما فيش اسد بيقتل حتى زوجته، حتى لو هو ميت ما يروحش عنده. بدايه الموضوع ايه يا جماعه؟ تبقى حاله نادره قوي، لكن ما فيش حيوان يقتل الفصيله بتاعته. يعني كلب يقتل كلب ممكن، بس تبقى نادره جدا. قطه تقتل قطه نادره. نمر المبدا جه منين؟ من صوره رئيس العالم.
دي كانت المقدمة بتاعت الموضوع يعني الحتة دي. لا احنا لسه الساعة كامل وقت. ده اول سؤال عندنا. هل في حد عنده اسئلة من الجزئية اللي فاتت؟ ده لسه ده محتاجين بكرة بقى الاسئلة. بكرة؟ ده لسه. فاللي من البداية قرر يعيش القيامة، النقطة دي مهمة جدا، هي كل النقط مهمة جدا. اللي من البداية قرر يعيش القيامة سيجد وصية الرب في إنجيل لوقا. إن يجب أن يتتبع خطوات المسيح بتدقيق. فمكتوب في إنجيل لوقا: قد تتبعت كل شيء بتدقيق. والخطوات التي يجب أن يتتبعها الإنسان هي حياة المسيح نفسه التي تصل به لصورة الإنسان. واضح الكلام؟ لأننا لسنا إننا ولدنا حيوانات، نقطة اللي جاية مهمة قوي، بل إن آدم يوم أن خلق وهو عريان كان لا يفهم ولا يعرف إنه عريان، هو كان مثله مثل أي حيوان. يعني حتى الصورة اللي هي قالولنا في مدرسة الأحد إن مهما الإنسان جاهد ومهما وصل للقداسة عمرنا ما هنوصل لصورة آدم، من شدة إن هي بالمقارنة بالصورة اللي احنا فيها الوقت لازم بنفهم خطية. فصورة آدم بقت زي ضرب خيال، إن لا أفهم الخطية، لا كان هو زي أي حيوان، كان أفهم إزاي شبه مستهلك، لا كان خلقه علشان يبقى صورته مثاله، دي قلناها لك علشان على صورته، وكان مهيئ على يعني هو مجهز مصمم ومجهز ان يبقى صورة الله ومثاله، وريدي يبقى صورة الله ومثاله، ومديله كل الامكانيات يبقى صورة الله ومثاله، ومديله الكيفية الراس اللي هي تتوجه علشان يتوجه بالله فيبقى عضو في الله، فهو بيبقى صورة نموذجية مصغرة زي المسيح اللي هي صورة الله ومثاله. حاجة كبيرة جدا، يعني لو ربنا فتح ذهن إنسان ممكن يتأمل عشرات السنين صورة الله ومثاله. خلق الإنسان عشان يبقى صورة ومثال، والله مش بيكرر كلامه. بهجة للعيون لها قصد، وشهية للنظر لها قصد، وجيدة للأكل لها قصد. الله لا يكرر كلمة في الكتاب إلا لو ليها أبعاد ملهاش حدود. فلما يقول صورة لله كان ممكن يكتفي وخلاص، لكن يقول كلمة صورة ومثاله في كلمة شبهه وشبهه، وتلك الصورة عينها وقامت ملء المسيح وشريك لطبيعة الإلهية. آيات كتير، وفي يوحنا 17 أريدهم أن يكونوا مش اتنين شبه بعض قوي، أريدهم أن يكونوا واحد. فلو واحد اتأمل في الصورة أو الطبيعة والحالة اللي عايزنا نوصل ليها ممكن يقعد يتأمل سنين إزاي. عشان كده اتقال قبل كده اللي المسيح قاله لي عن طريق بعض القديسين، إن احنا بقينا زي سمكة لما بتبص على النسر بتبعد تفكيرها تماما إنها ممكن تبقى زيه، زي ما يكون ده حاجة مخلوق من كوكب تاني خالص، ليه رئة عشان يقدر يعيش في الهواء، رئة وطبيعة مختلفة عن طبيعتنا تماما. فبقيت الصورة دي حاجة بعيدة كل البعد عن تفكيرنا دلوقتي. فعشان أنا أقتنع حتى بالهدف وبالصورة دي محتاجة معجزة، وده هو ختان القلب غير مصنوع بيد بشرية. ختان يعني فتح ذهن واقتناع. الصورة دي محتاجة يقين، أبقى في يقين، أبقى زي بيخلق لي الفكرة اللي لا يمكن هقبلها وأنا بالجسد، إن أبقى صورة لله ومثاله. يعني إيه صورة الله ومثاله؟ طب الله غير محدود، شريك في طبيعة غير محدودة، طب أنا محدود. هو بيتكلم على الروح اللي لما نفخ في آدم دخل في جسد، ما هي دي اللي احنا بنختلط من الأمر، إن أنا زي ما يكون شخصين. رومية 7 بيأكد كده القديس بولس، في ناموس تاني يعني شخص تاني، زي ما يكون قوة تانية تحارب ناموس ذهني. أنا عايز أعمل حاجة لكن أنا هو قصده الجسد، والذات اللي بيتبع الرئيس العالم بيعمل شيء أنا مش عايزه. إيه ده؟
مش ده زي ما القديس بولس في رؤية قال لي مفروض كل الكنائس يتكلموا على الموضوع ده. ازاي انا عايز اعمل حاجة وبعمل عكسها؟ مين اللي بيخليني اعمل عكسها؟ هناك ناموس اخر، في قوة تانية بتتحكم فيها. طب ازاي اتحرر من القوة دي؟ هو ده الطريق. وازاي تتلغي وتفنى السلطان بتاع القوة دي علشان ابقى تابع لله واحيا وتحرك واوجد بالله؟ في طريق من الهوة دي او المجرة دي للمجرة دي. فربنا وراني ان انا مولود في عبودية فرعون، ارنم ان المسيح غفر خطيتي ودفع ديوني وان الطعنات اللي طعنتهاني هو تغافل عنها، ماشي، وبعدين وطبيعتي ده ايه ده اللي احنا فيه ده؟ طبيعتي ده، حتى اللي طلعوا شكلا زي بني اسرائيل ماتوا برضو شكلا لان عقلهم في قدر. هتيجي الحته دي بعدين، هو مش عايزني اطلع شكلا، ده انا عايزني من البدايه اقرا يوحنا واقتنع واشوف العلو والفكره وافهم فهم كامل من البدايه واحفظ الخروف واتعلم كل الضربات والتحذيرات، افهم الصوره كامله وافهم الابعاد بتاعتها وافهم الشروط اللي توصلني ليها وافهم العقبات اللي هتعاقب اللي هتواجهني وازاي اواجهها. كل ده وانا في ارض مصر. فين الكلام ده في ترانيمي وتسابيحي وقنوات الترانيم ان يسوع غفر خطيتي؟ فين الصورة دي؟ فين الطريق؟ فين المراحل؟ فين الخطوات؟ فين التغيير يوم بعد يوم؟ فين اللي بيفنى؟ فين الشيء اللي بيفنى وانت بتتجدد يوم بعد يوم؟ فين حياة المسيح اللي ملوش اي ناس ندرسه؟ فين كل حركة وكل خطوة؟ فين هروب المصر؟ وفين ان يقعد في البرية وساب العذراء ولم يبالي؟ فين التعليم ده او عمله ده لمين؟ وعلاقته ده بالعدالة اللي انت اقتنعت بيها يحقق عدالة؟ ايه العلاقة ده ان يترك امه 3 ايام وتتعذب؟ ليه المرار ده؟ وهروب المصر ايه العلاقة دي بالعدالة؟ فكل خطوة في الطريق عاشها المسيح دي خطوة انا محتاجها. فكل خطوة في الطريق عاشها المسيح دي خطوة انا محتاجها. فكل خطوة في الطريق عاشها المسيح دي خطوة أنا محتاجها. محتاجها نحط عليها دوايا نحاس وحديد وكل المعاني. أنا محتاجها، هي خطوة في العلاج، في التغيير المعجزي اللي يحولني من سمكة لعصفورة، اللي يحولني واحد عبد في ناموس جوايا حتى بعد عشرات السنين. القديس بولس لما اتكلم في روميا 7 كان ليه 14 أو 15 سنة ماشي مع المسيح، لكن في ناموس تاني بيزبيه لناموس الشر، في ناموس شر، في قوة شر بتتحكم فيه وبتجبره على أنه يعمل الشيء اللي هو أصلا بيرفضه، وفهم أن المفروض ما يعملش كده، لا بيعمله. في ناس قالت لا ده كان زمان، لما ده في اليوم، الحالة دي هي في اليوم اللي كان شاول عرف في المسيح وبقي بولس. لا ده بيقول أنا بشكر يسوع المسيح ربي لأن أنا ما زلت بخدمه بناموس ذهني يعني بكامل إرادتي، لكن ما زلت. هي دي إزاي مش ناو الآن لست أنا، فين دي؟ إزاي مش واضحة يعني تسد عيني الشمس؟ الآن لست أنا بل الشر اللي فيا. واضح الكلام؟ في حاجة مش واضحة؟ طب في حاجة واضحة؟ لا طبعا. النقطة دي غريبة جدا، الحتة ايه؟ ان ربنا ما طلبش من الحمار ان يختتن. ليه ما طلبش ربنا من الحيوان؟ طب ليه الحيوان مش بيبقى لابس قميص وبنطلون؟ مش حاسس بانه لا مش حاسس بالخزي بتاعنا بالعري. فكان الغزال والارنب حيوانات بريئه وما زالت عريانه ولا تفهم الشر ولا تشعر باي خزي. الحمار لا يشعر ان جسمه مكشوف لانه لم يفعل شر. يا رب النقطة دي بس نقف عليها شوية. لم يفعل شر أو أعصى الله فعاقبه الله بهذا الشعور كما حدث لآدم عندما أعصى الله فشعر عريان، وعندما جاء وسأله من أعلمك أنك عريان؟ فليه الغزالة مش حاسة بالإحساس اللي حصل لآدم لما راح استخبى تحت شجرة التين؟
ماشي. هو بالنسبة له هو الكلام ده لينا احنا الانجيل بيعلمني انا مش دعوه بالارنب وبالحمار. الحمار ده أمور وطيب وكل حاجة. الوقت لسنا بصدد ردود فعل الحمار. احنا الوقت ردود فعلنا احنا. الانجيل مكتوب لنا احنا مش للحمار. لم يكمن فيه شيء مخبأ حتى يطلب منه الله ختان لكشف هذا الشيء وهو العدو اللص. يعني الحتة دي أتمنى بس هقولها كلمة كلمة. يعني كنت بقولها المجموعة امبارح في أمريكا قالوا لي كلمة واحدة واحدة. لأن أنا وأنا بقراها قالوا لي لا أنت خد بالك أنت عشان حافظها أو عارفها قولها واحدة واحدة لأن فيها يعني معلومات كتيرة. لم يطلب الله الختان من الحيوان لكشف هذا الشيء وهو العدو اللص الذي فيما صار الرأس المتحكمة في كل تحركات ومشاعر الإنسان كما حدث لآدم وصارت مخبأة فيه حتى لا يشعر الإنسان أنه عبد بل يظل يخدعه أنه حر فيما هو حسب هذا العدو إبليس اللص الذي وضع رأسه فيه. وضحت الحتة دي؟ أحس الغريبة إن العدو إبليس حط فينا إن إحنا أحرار خلاص مش حاسين. لهذا كان أول طلب يطلبها الله من الإنسان بعد أن أعصاه واتفتحت أعينهما وذهب يختبئ ليستر عورته وصار حسب ظهر هذا العالم. طلب من إبراهيم أن يختتن وهي أول ناموس أو طقس طلبه الله من الإنسان وهو أن يعرف حتى أن يعرف إنها توجد رأس الحية فيه مخبأة وصارت مخبأة فيه. فأول طلب الله طلبه من الإنسان أن يدرك هذا العدو. والعجيب حتى بعد الختان وبعد هذا الطقس ما زلنا نشعر بهذا الخجل والخزي ونستحي أيضا. يعني حتى اللي تمموا الختان برضو نفس الشعور موجود. فبعد طقس الختان لم يتلاشى هذا الإحساس لكن الحقيقة هو يتلاشى بعد أن يعيش الإنسان الختان حياة كاملة. يعني الختان ينفع زي ما قال في رومية 2 إن الموضوع مش طقس معمودية أو ختان أو أي حاجة. الله وراني الترتيب عشان أفهم أبعاده وأعيشه. عشان كده المسيح خد المعمودية وطلع البرية. فما فيش حد بينفذه كحياة. أعتقد إن هو الطقس نفسه والترتيب هو نفسه الطريق. فعشان كده إحنا قاعدين زي ما إحنا. لا تعمدنا يعني لا تغيرنا ولا متنا ولا قمنا ولا استبغنا بالمسيح. أعتقدنا ودي قلناها المرة اللي فاتت إن المعمودية مش شيء يتمم ليا وأنا طفل أو تلاوة كلام ولكن ده شيء أنا اللي لازم أتممه. يعني امبارح كان مجموعة في أمريكا قالوا لي يعني دي يكفي المعلومة دي للأسف لم تنطق في الكنائس. المعمودية أكيد واضح قد إيه أهميتها. المعمودية مش شيء يتعمل لي دي مصيبة. شيء أنا لازم أنا أعمله. المعمودية مش تلاوة كلام تتقال لي أو حتى فعل يتعمل لي. ده فعل أنا لازم أعمله بكامل إرادتي بعد استنارة وقبل الاستنارة لازم أكون طلبت أن أستنير. وده العهد القديم أبحث عنه. فلما أنا بحثت عنه وملت للشجرة وربنا شاف صدقي أن أنا ملت فهمني وبعد ما فهمني قبلت واقتنعت وأقريت فرحت أذهب أن أنا أموت وأدفن. ففيما أنا ميت ومتحد بيه بشبه موته باستمرار وفترة طويلة كل شوية إنسان الخارجي بيفند. هي دي المعمودية مش شيء بيتعمل لي شيء أنا اللي عامله. يعني إزاي أحنا في دي أنا عايز أقول كارثة ومصيبة. كل القديسين في بستان الرهبان تلاقي العبارة متكررة أنا بروح ببكي على خطاياي وكل شوية ما ببكي هي دي المعمودية. أكيد سمعتوها قبل كده معمودية طول ما نبكي الدموع ده هي معمودية.
لان هي مش يوم او فعل حد عمله لي. حد عمله لي ازاي؟ يعني زي حكايه الاكل، يعني ربنا شبهني للمعموديه والتناول برضو الشبع بالله. في حاجه اسمها انا اكلت لك زمان، يعني ده امر مضحك. لو انا قلت لحضرتك لا ما تاكلش لو سمحت باش مهندس، اوعى تاكل اصل انا اكلت لك من 30 سنه، تعليق حضرتك يكون ايه؟ ده مش مينفعش، دي كوميديا. لا مش جنون، كوميديا. ما تتعمدش. انا تعمدت، انا عمدتك زمان. ايه عمدتك؟ انت تعمدت حبيبي زمان. مين يعني انت؟ خلاص انت لو مت الوقت انت خدت الصق لدخول السماء، يعني انت موتني ودفنتني من غير ما انا اقر وصبخت يعني انا طب في ماشي فين؟ واصطبخت في صورة المسيح ماشي فين؟ لا من غير فين وما تفكرش، دي الحالة بتاعتنا. ايه انت زمان وانت طفل مات الانسان العتيق. لا 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 مالكش دعوه ببولس الرسول انه بيجاهد وبيقول الحقوني ويحي انا الشقي. لا 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 سيبك من الكلام ده، لا 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 سيبك من الكلام ده. انت زمان بالفعل اتعمدت، يعني ايه؟ اتدفنت ومت عن العالم. ايوه فين؟ انا ما متش عن العالم، ده انا ببص لواحد وواحده وفلوس ودنيا وعايز يا ويل اللي هو ما يبصليش، ده انا صوره من رئيس العالم. لا 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 ما تنخدعش بالكلام ده، ده مش كلام، ده حقيقه مصيبه، ده فيا ما زلت. طب ما انا بخت كل يوم، طب ما ده شيء معارض لان انا بخت كل يوم، المولود من الله لا يخطئ. فكتب بقى ولاهوت ودراسه، لا هي مش معناها كده ومواويل. خلاص هو قرر لي بقى، قرر لي وموت. لا والنتيجة سيبك من قرار لي، انت الوقت استبخت بصورة المسيح فين؟ اقتنع بقى واعلن ايمانك. يعني هي احاء ولا جهاد؟ طب ما نروح نسأل الله بدل اللخبطة دي. خلاص النفوس بتقول حاجة، الكنيسة المارونية بتقول حاجة، القبطية الأشورية الكاثوليكية، كل كنيسة وكل كنيسة فيها راجل، راجلين 10 رجالة أجمعوا المجمع يقول حاجة. ومن 1000 سنة ومن 500 ومن 200 وفي القسطنطينية وفي تركيا وفي سويسرا، كل كنيسة في كل زمن وكل طائفة رجالة بشنبات وبدقون وبشعر أو من غير شعر، رجالة بشكل أو بما واحد أو اتنين أجمعوا على حاجة. فانت تاخد الرأي من المجموعة وتقول الكنيسة قالت، الكنيسة المارونية قالت، الأشورية الكاثوليكية الأرثوذكسية العراقية السريانية متاهات. طيب انت وصلت لفين؟ انت ايه الوقت؟ انت الوقت برأي الناس ولا انت؟ فهي النقطة اللي قالها القديس بولس اللي كانت حاسمة في كورنثوس، كورنثوس طبعا اللي هي المدرسة، في مراية الله بيخلي الإنسان يشوف نفسه لوحده. أنت الوقت برأي الناس ولا أنت؟ فهي النقطة اللي قالها القديس بولس اللي كانت حاسمة في كورنثوس، كورنثوس طبعا اللي هي المدرسة، في مراية الله بيخلي الإنسان يشوف نفسه لوحده. أنت الوقت برأي الناس ولا أنت؟ فهي النقطة اللي قالها القديس بولس اللي كانت حاسمة في كورنثوس، كورنثوس طبعا اللي هي المدرسة، في مراية الله بيخلي الإنسان يشوف نفسه لوحده. دي اللي للأسف من برضو من مليون معلومة وحقيقة احنا ضايعين من انت سيبك من قاله انت ايه؟ ليه ما تطلبش من الله يوري لك انت ايه؟ مش قالوا ايه؟ ليه ما تطلبش من الله يوري لك انت ايه؟ مش قالوا ايه؟ ليه ما تطلبش من الله يوري لك انت ايه؟ مش قالوا ايه؟ يعني كوارث مركبة، كوارث مركبة، كوارث مركبة. قالوا قلنا، قالوا قلنا، قالوا قلنا. الكنيسة اللي في روسيا قالت، مين الكنيسة اللي في روسيا قالت؟ المعمودية قبل ما تكمل المعمودية، الكنيسة قالت، مين الكنيسة؟
راجل بركة، راجل رجلين، 10 رجالة 20 راجل. امتى؟ من 2000 سنة ولا من 1800 ولا 1000 سنة؟ وكل شعب وكل جنسية وكل بلد وكل طائفة رجالة بيجتمعوا ويقولوا رأي المعمودية. طب انت مكتوب في الرسالة البشارة اللي جاية لك ان انت لما تطلب من الله بنفسه بعيونه ويحط لك مراية، وهو ده القانون بتاع الله، ان الله لازم يوريك انت بنفسك. لا معرفش بعيدة أول اللي احنا بنتكلم فيه. أما الناصر يخرج شيئا صالح، ما قالوش بص بقى هقولك الكنيسة قالت ايه، ما قالوش كده، قال له ايه؟ تعال وانظر، روح له انت وهو اللي يوري لك. ايوة يسوع شكله ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ايوة اديني بسرعة اوصافه، شنبه اصفر ولا بني؟ ما ينفعش. تعالى تعالى انت وانظر. ده في انجيل يوحنا الحادثة دي ليه اتحطت في انجيل يوحنا، تعالى وانظر، لان البدايه لازم افهم ان انا اللي لازم يوريني انا. ليه؟ لانها خطبه، العريس ضايع في الموضوع، الفكره نفسها ضايعه. هو عريسي انا ولا عريسك انت؟ تخيلي جاي لك عريس انت، ليكي انت كويس، واحد يقول لك المفروض تعملي كده 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 للعريس، اصل هو هتقولي له ايه؟ ما تكملش كده، هو انا شفته، هو ايه، هو هو في عيونك انت ماشي، افرح انت بيه وقول رايك براحتك. هو عريسي انا، مش لازم اشوفه انا وانا اللي اقر ولا انت. طب هو فين العداله بقى اللي بنتكلم عنها، وانت اصلا ما شفتيش العريس واقريتي؟ توافقي ولا ما توافقيش؟ وشروطه هتقدري عليها ولا مش هتقدري؟ لخبطه الكنيسه، ده معناها ان انا من غير عقل خالص وبالسلبية. صحيح مفروض أنكر ذاتي، بس أنكر ذاتي لله مش للناس. واضحة النقطة دي؟ احنا أنكرنا ذاتنا للناس، زي ما الكنيسة، الكنيسة فين؟ في أيلاندا ولا في كوريا ولا في الصين ولا في اليابان ولا في الهند ولا في مصر ولا؟ ما هم رجالة مجموعة 1 10 20. أيوة بس إلهي بعت لي بشارة بيقول لي تعالى وانظر، إلهي بعت لي بشارة بيقول لي دعوتك باسمك أنت لي خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء. الموضوع علاقة بيني وبينه، وبعدين عشان أعرف داخلي واقتنع بيه وأخذ القدرة، كل ده ما ينفعش غير من الله، بختان غير مصنوع بيد بشري، يعني من الألف للياء لازم أنا والله بس. والدليل خلق آدم لوحده فترة، في ناس قال لا خلق حواء بعدها بساعة، في ناس قالت كده وفي ناس منزله في كتب كده، انا قريت لا ده خلق حواء بعد ما خلق ادم بساعه. قلت له لا بخمس دقائق انت مش واخد بالك. قال لي لا بعد ساعه. قلت له لا بعد خمس دقائق. خلق ادم ليه الاول وبعد خمس دقائق حواء؟ ماشي همشي معاك خمس دقائق. في ناس قالوا لي ده هو خلقها بعدها بساعه. قلت له ماشي يا حبيبي بعد خمس دقائق، ليه ما قالش فاتخلق ادم وحواء؟ مفيش اجابه، ما حدش اتكلم عن الحته دي. خمس دقايق. طب ليه خلقه الاول لوحده؟ لانه لازم يبقى لوحده. لا وليه دعا نفسه عريس؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش عريس عريسين، هو عريس واحد وعروس واحده، وكاني انا لوحده. وده اللي عاشوه القديسين كلهم اللي بنفتخر بيهم وبنين كنايسنا باساميهم، كنيسه الانبا انطونيوس، كنيسه الانبا كراس. طب عاش الانبا كراس ازاي؟ أنبا كراس كان قبطي، كنت بتكلم مع أبو رهب بقول له قبطي ازاي؟ ده ملك في روما، ابن أخو سؤدوسيوس، وجه مصر وتأثر، دخل المغارة ما كانش فيه إيجابية. قال لي لا لا، هو كان لازم يبقى معاه إيجابية. قلت له يا أبويا كان بيتكلم إيطالي، أحلف لك على إيه يعني؟ طب بلاش، الأريا كانت من فين؟ قبطية. يا أبويا دي جاية من تركيا. تركيا ده كان حديث من كام يوم مع خادم، ما خادم قبطية. قلت له حبيبي كانت قبطية ازاي؟ دي جاية من، هي ما تعرفش اصلا قبطي ولا عربي ولا اي حاجة، دي جاية من روما. اسف، ماكسيموس وديمديوس وأنبو مكراس كانوا من روما، إيلاريا وأنا سيمون كانوا جايين من بلاد الفرس او من بلاد الروم اللي هي كانت البيزنطية او القسطنطية اللي هي حاليا تركيا يعني. دول جايين من بلد ما يعرفوش خالص اي قبطي خالص، ما يعرفوش اي حاجه ولا حتى يعرفوا النظام. وعايز ربنا كان يثبت ان الموضوع زي اخنوخ ساره مع الله، الموضوع علاقه قبل ما يبقى كتاب ومنهج. والمنقادين بروح الله هم ابناء الله، ليه حددها؟ ليه بتحد الموضوع في الترتيب؟ لان ليه الترتيب انه سهل، الترتيب سهل. انت اتناولت اخر مره امتى؟
هو الموضوع ده هو اللي عرفت الله امتى؟ قلتها لكذا واحد زمان، ليه ما سألتنيش عرفت الله امتى؟ اتفتحت عينك امتى؟ واتفتحت اعينهما. طيب امتى اتقفلت عينك؟ طب وفتح ذهنهم ليفهموا الكتب، ليه ما سألتنيش امتى اتفتح ذهنك على الكتب؟ ليه قلت لي طب ما سهل البس الجزمه وانزل على اول الشارع واروح الكنيسه. طب هو ده الطريق، وهو ده الباب اللي اختلف عليه الاراء، الباب الضيق وانه قليل اللي وجدوه. احنا مجنين نفسنا. طيب مريم المصريه لما قالت للقديس يوسف انا ليه 48 سنه ما اتناولتش، وانبا كراس اللي قال اللي جه يقابله انا ليه 60 سنه ما طلعتش من انبا بولا، قال وكتير وتقدر كده تطير وتمشي على الميه وتروح كنيسه، ليه ما مشيتش على الميه وراحت كنيسه يتناول؟ ايوه في موضوع، الموضوع حياه، ما اختلفناش ان الترتيب، لا بس اللي هو لانه سهل، ما اختلفناش ان الترتيب الله حطه علشان افتكر الحياه، انزل الطفل في الميه من غير ما هو يقر. طب فين خرس الموعظين اللي كان زمان؟ ده الكنيسه الاولى كانت مستنيره في خرس، يبقى في موعظين يقعد في الطفل لغايه لما يكبر، بعد كده يبقى من المعترفين، بعد كده من المؤمنين. فين الكلام ده؟ فين ان اللي انا ان في ناس بتقول لا في تسليم، احنا ماشيين بالتسليم. طب ما هو التسليم، هو فين التسليم؟ فين التسليم؟ طعام الأسقف، فين طعام الأسقف؟ الأسقف لازم يأكلش لحمة طول حياته، فين التسليم؟ لازم يبقى سنه 50 سنة، فين التسليم؟ الزواج يبقى في وسط القداس الوقت بالليل عشان يبقى سواري وفساتين عريانة، وفين التسليم؟ فين التسليم؟ لا أصل يبقى دخلت فيها أصلي. طب ليه ما قلتش أصلي في الإنجيل؟ ليه قلت في التسليم بالأساس؟ طب ما يعني الوقت الأساس إيه بالضبط؟ التسليم ما حصلش، الأسقف بيأكل لحمة وبيأكل لحمة وبيأكل كل حاجة. مكتوب في التسليم ياكلش لان لازم هيكون فقير في بلده، لازم يبقى أب للفقير، ممنوع. او كل واحد اقولها له يقول لي اول مره اسمعها، ما هي المفروض ما نقراهاش، المفروض نشوفها، عشان كده مش بتطبع. اه ما انا المفروض اتذبح عشان بقول الكلام ده. مش بتطبع، لان مفروض الاسقف يبقى سنه 50 سنه علشان يبقى اب اعتراف ومرشد رهبان وراهبات وسيدات ورجال، يعني اتليست حد ادنى 50 سنه. تسليم الاباء قال كده، وما ياكلش لحمه طول حياته، وبقول بسيطه جدا وزيت وخبز وحاجات قليله جدا من البقول. ليه؟ لانه لو لانه قبل يبقى اب لناس، اكيد في حد فقير في المدينه اللي قبل، فلازم يبقى زيه. وكمان ربطنها بالصحه والتركيز الروحي، ان كل ما بيبطل يمتنع عن هذه الاطعمه بيبقى مركز اكتر روحيا وصاحي منتبه روحيا. ده شيء لا نقاش فيه. يبقى صورة المسيح اللي بيغسل رجلين الناس مش شكلا، أنبا برام أسكول في يوم الجيزة ما كانش بيغسل رجلين الناس، بس موضوعا هو كان حاسس إحساس العبد، كان عامل أوضة على السور بتاع المطرانية عشان أي حد في نص الليل يخبط عليه كان يصحى يديه كأنه البواب. برافو عليك. طالما إبل يبقى بواب، طالما إبل يبقى خدام. والمسيح قال كده، لم آتي لأخدم بل لأخدم. فتسليم الأباء بتقول حاجات لأنه كانوا فعلا مستنيرين، بس مش متعاش وحياة المسيح. برضو ده مش عذر لأي حد. يعني أنا الوقت اتولدت في استراليا، أنا اتولدت في هند، أمانة الإنسان في بحثه عن الله زي أخنوخ هتخلي الله، طالما مال الله هيبتدي يكلمه، طالما سعى أن يعرف الله، الله مش هيسيبه. أمانة الإنسان في أي زمان وأي مكان هتخلى الله يبتدي يفتح ذهنه، أنت مخلوق ليه؟ عشان كده جاب أول رئيس كهنة هارون، وهو عارف أنه هو مفهوش أي عمق روحي، وهو اللي هيعمل العجل، وخلى عبادة العجل شرعية زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وغدا عيد للرب. يعني لو ما كانش هارون موجود في الموقف ده كانت الناس لو عملت العجل هتبقى إيه؟ مهزوزة. مش لكن طالما هو رئيس الكهنة قال لهم أيوة هو ده الإله، أعطاهم الختم إن هو الإله. وصلت المعلومة دي؟ يعني هو عمل العجل، يا ريت ما كانش فيه رئيس كهنة. ليه؟ الناس هتعمل عجل وهي مش واثقة إن ده الإله. قال لهم لا، غدا عيدا للرب، هذه آلهتك يا إسرائيل، وهو اللي بيده
طب ربنا مش كان مش انت يا رب كنت عارف ان هيحصل كده؟ كنت عارف عشان احط لكم موسى وهارون قدام بعض، اختاروا اي كاهن حقيقي عايزينه. موسى كان هو الكاهن الحقيقي، كان اللي يقول لكم الرب، كان هو اللي بينقل الكلام، بس شكلا رفض ربنا يلبس شكل عشان يقول لهم تختاروا ايه، كاهن شكلا ولا كاهن حقيقي؟ في عمق الروح كاهن، والحقيقه هو موسى اللي كان بيقوده. هي كوميديا. طب ليه يا رب ما اخترتش موسى يبقى كاهن؟ ده الفرق ما بين المسيح كرئيس كهنة او كاهن ورئيس الكهنة في الايام دي. برافو عليك. ليه ربنا ما كانش جه السيد المسيح يبقى كاهن في الارض؟ لا هو كان كاهن شكلا. ليه يوحنا العمدان اللي عمده ما راحش الكاهن؟ كان حتى اكيد في كهنة نيكوديموس، يوسف الرامي، كان برضو في ناس من الفرسيين كانوا ليهم علاقة بالله. عايز يقول لنا الإنسان القلب الداخلي اللي قدام الله كثير الثمن هو الجوهر الحقيقي، مش المعيار بتاع قديس أو كاهن أو قديس. يعني المعيار هو عمق الروحي مش شكل. دي كهنة وملوك، جعلنا ملوك وكهنة، ما دي الخطوة الأخيرة يعني. كانوا كل ما عارضها كده يعني الآية دي تقول لا دي مش ليكم في الأول أو في الآخر، في كل الأحوال. لا لا المراحل، ما عشان مش باينة. يوحنا المعمدان كاهن ولا مش كاهن؟ رئيس كهنة، بس كان على حد على حقوي منطقة جلد، بس الجوهر بتاعه كان رئيس كهنة. هو ده اللي ربنا عايزه، إن في الآخر خالص لما نبقى صورته ومثال كاهن مش بالمعيار بتاعنا. يعني أبقى وسيط بديهي، أنا لو بقيت زي إيليا وأخنوخ أنا مش كاهن بالمعيار بتاعي اللي هو مكتب لا كهنوت، اللي هو هبقى وسيط، هقدر اقول لك هقدر اقول لك احكي لك عن المسيح لان عارف يعني ان هو ساكن جوايا، وانا قبلت ان انا اتلاشى وهو المسيح هو اللي هيكلمك من خلاله. هو قبل يتلاشى الي، اخنوخ، اليشع، يوحنا العمدان، العذراء، هم قبلوا ان هم ما يبقاش ليهم وجود، فظهر المسيح في حياتهم. اللي هذه هيكلمك هو المسيح، هو ده الكهنوت اللي عايزه ربنا. وصلت لك؟ هو المسيح نفسه لما أنا أتلاشى، عشان كده بقولك ده في البداية ولا في الأول، هو المسيح نفسه لما أنا أقبل أتلاشى، أنت هتشوف المسيح نفسه لأن أنا قبلت أن أفنى. فالمسيح مش هو الكاهن الأعظم، فأنت هتتعاملي مع المسيح نفسه. أنت لو رحت الوقت للأنبا أنطونيوس أو الأنبا كراز بعد 60 سنة جهاد، أنت مش هتلاقي الشخص نفسه، الشخص نفسه مات. أحيا لا أنا. برافو عليك. دي المسيح قال أنا عايزك توصل له. كان قدامي 100,000 الآيات في الكتاب المقدس ربنا شاولها على الآية دي، قال أنا عايزك توصل للآية دي. أنت ما تبقاش أنت، أبا أنا، فالناس هتشوفني أنا، والمسيح هو الكاهن فهو هيتعامل مع المسيح، أنا مش هبقى موجود. وصلت؟ معلش يا أستاذ هاني أنا مش يعني هطلع برا الموضوع شوية معلش، بس السؤال ده فعلا هيجنني. أنا مش هضحك على نفسي تاني وأقول إن أنا سمع يعني شفتك أو قابلتك عشان ربنا نقى ناس صادقة مع نفسها وهتصدق فلقوك. أنا لأ، أنا لو ما كنت شفتك أنا ما كنت هفضل تايه وما كنتش هفهم الكلام اللي هيجنني ده. مش هيحصل، لا كان هيظهر لك. ما عرفش. لأ يا أستاذ هاني خلينا صراحة مع بعض، أنا مش عايز أضحك على نفسي تاني. كان هيظهر لك. لا يا أستاذ هاني هي شكلها حصلت بالمنظر ده لأن احنا لا داخلين في مصر على حاجة، فهو محبش يبقى الناس كلها عميانة. لا هو هيروح للسامرية، كان هيروح لك، كان هيروح لأي إنسان. أنا تهيألي لا أستاذ هاني أنا كنت هفضل نايم في العسل نوم لو ما كنت سمعتك في التليفون. كان هيجيلك، دي الإنجيل بيقول كده. حضرتك ما بتردش عليا بصراحة، أنا حاسس إن أنا لأ كنت هفضل نايم في العسل. لا طبعا يبقى الله مش أمين. ما هو أنا مش عشان أنا ممكن أصدق بسهولة صدق الإنجيل من رح للسامرية. ما خلينا صراحة، الله أمس واليوم وللأبد ولا لأ؟ أيوة. والإنجيل ده هل موقف زمني حصل في التاريخ ولا حياة؟ حقيقة. طب راح للسامرية معناها انه بيروح لأي حد ولا لا؟ بيروح لأي حد بس بالطريقة اللي يختارها. بس مش عارف انا بصراحة هتجنن. راح لأي حد. موسى الأسود ما شافش حد، مريم المصرية ما شافتش حد، أفادوكسية بلاجيا ما شافتش حد، بس سأله. برافو عليك، بس سأله.
وسألوا بصدق وسألوا بأمانة فرح لهم، والله مستعد يروح لأي حد بس بالطريقة اللي يختارها، بطريقة رؤية أو حلم. في 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 حته كنت هو اللي بيتكلم فيه موضوع السامريه، لو خدنا الموقف بتاع نيقوديموس، هو نيقوديموس هو اللي جه للمسيح، بس احنا ما شفناش خطوه ايجابيه عملها نيقوديموس بعد ما عرف شروط الولاده الثانيه، خدش اي خطوه، لكن لقينا ان هو راح للسامريه لان عارف ان هي هتاخد خطوه. في خروف ضال وفي ابن ضال. نيقوديموس زي ماكسيموس وديمديوس وإلاريا وأناسيمون ابن ضال عنده ادراك فراح، السامرية زي خروف، ففي كل الحالات ربنا مش هيسيب حد، وممكن خروف يتحول لابن ويعدي وكمان يقتحم ال. بس نيقوديموس ربنا استخدمه في عمل الرسل لما كان عاوزين يقتلوا الرسل، هو قال لهم لا سيبوهم، واذا كانوا من الله سيبوهم يعبدوا، فربنا استخدمه. يعني زي يوسف الرامي، يوسف ده اللي هو الدفن في قبر المسيح كان احدى تلاميذ المسيح خفيه، ففي ناس كانوا تلاميذ للمسيح و... لا اللي هو مش سوري، لا ما كلمك على حاجه تانية غير نيقوديموس، يعني في ناس كانوا تلاميذ للمسيح وهم كانوا مختفين، كانوا يعني تلاميذ. يوسف الرامي ونيقوديموس كانوا تلاميذ، برافو عليك، وما كانوش شكلا تلاميذ، صح، برافو عليك، كانوا مستخبين لكن هم كانوا تلاميذ للمسيح، كانوا تلاميذ للمسيح مش تلاميذ تابعين مظاهرين، مظاهرين مستخبين، مستخبين. يعني لولا نيقوديموس لما قال كده انا سألك كان هيقتلوا بطرس وقال لهم اطلقوهم، وتاني يوم اطلقوهم بعد كده. في حاجات ربنا بيستخدمها لا هو بس هو نيقوديموس ده في المجمع دفع عمل الرسل، بيتكلم عن الفكره. يوسف الرامي يعني في تلاميذ مش تلاميذ شكلا، هو بتاع عمل الرسل تقريبا غملائيل مش نيقوديموس، كان غملائيل. هو نيقوديموس ما جابش فعلا، هو خد موقف خالص. لا سيبك من الاسامي، الفكره رائعه بتاعت الباشمهندس، ان فعلا كان في تلاميذ للمسيح مع اختلاف اساميهم، واحنا مش لسنا بصدد الاسم، كانوا تلاميذ في الجوهر اكتر من تلاميذ المسيح. المجدليه كانت تلميذه وفي الجوهر، حنانيا اللي فتح عيون شاول الترسوس، وحنانيا بالظبط. ففي كان تلاميذ في ايام المسيح مش تلاميذ تابعين شكلا، وتلاميذ حقيقيين كمان وفي منتهى العمق. ده حقيقي، ده حقيقي، زي ما موسى كان هو الكاهن الحقيقي مش هارون. وفي نوعية تانية من التلاميذ بس ما كانتش عايزة تجاهر باسمه لأنها خايفة من المجمع. بالظبط، بس موضوع موسى كان فعلا لغاية الوقت الناس ازاي مش قادرة تتأمل فيه، ازاي مش قادرة تتخيل الحكمة بتاعت الله، اتنين من أم واحدة وأب واحد، واحد فعلا كاهن حقيقي وواحد كاهن شكلا. لكن هي المشكلة في الناس اللي هي عايزة كاهن شكلا، عايزة شاول الملك اللي بتاج وصولغان زي الأمم، لأن الله خلاص قررت أنها مش قادرة تشوفه، فعايزة ملك بتاج تشوفه محسوس. طب هيعمل لكم إيه؟ ده هياخد بناتكم وزوجاتكم طباخات لبطنه. يعني غريبة قوي أن يقول ربنا طب ما قالش عبيد وخلصت، لا كتب كلمة طباخات، ده هو هيعيش لنفسه والبطنه، وهيستخدمكم هو أنتم وسيلة زي بعض الخدام بيجيبوا طاسونات معلش وعشان يحمروا سمك وبس يبقوا خدمات. طب ما دول أولاد ناس، وفي نفس الوقت ده من الناحية الاجتماعية، ومن الناحية الروحية دول جايين عشان خاطر يمشوا الطريق ويمشوا في طريق الكمال وانت تساعدهم. لا، فالمشكلة من الناحيتين، ان الشعب عايز ملك، والله حذر الشعب هياخدكم طبخات، قالوا له برضو موافقين مفيش مشكلة. لا تعليكم قبول العبودية طبعا. الموضوع كله علاقة، الله خلق آدم طبعا، هو مش بعد 10 دقائق ولا ساعة برضو الكلام ده، يعني كوميديا، لأنه بيقول بعد ما خلق آدم قعد يسمي أسماء الحيوانات والحيوانات والطيور ألاف وألاف وألاف من الفصائل، ده لو كل فصيلة بس قعد يفكر يعمل لها اسم هتاخد دقيقة، فده بقى ألاف وألاف الدقائق، فهي أيام طبعا على الأقل، ده على الأقل يعني. فيعني احنا اللي بنقوله برضو مش صح 10 دقايق، الحقيقة لا. فدعا بكل أسماء الحيوانات والزواحف طبعا والأسماك، وهي ألاف ألاف يعني،
فليه الأيام دي كلها والأسابيع والشهور كان عايشه لوحده؟ خلق أدم لوحده. يعني خلينا واقعيين، مش هنقول 10 دقايق ولا ساعات، لا طبعا. واللي هو قال بعد ساعة ده يعني لا يؤاخذني، كلامه مش منطقي، مش منطقي. فالموضوع عايز ربنا يقول لنا إنه علاقة. اللي مش عايز يفهم كده دي براحته، لكن اللي هيسأل الله بيقول فتح ذهنهم. فالموضوع صدق الإنسان في البداية أنه يفهم وياخد التعليم من المعلم الحقيقي، مش من ذاته أو من الكنيسة. الكنيسة قالت، الكنيسة في الهند، الكنيسة في كوريا، الكنيسة في أسوان، الكنيسة في... طبعا الكنيسة رجال، ومن 1000 سنة ممكن يتغير رأي الراجل أو 10 رجال اللي هو بيبدو رأيهم، والناس لأن ما فيش صلة بالله مباشرة. فاستسلمت للبشر، بيقولوا إيه، استسلمت لهارون. أيوة هارون ربنا هو اللي جابه، بس عمل عجل. إن الناس تفهم ليه الله يختار واحد عارف إنه هيعمل عجل ويقلع الناس عريانة عريانة. يعني إحنا مش قادرين نتخيل، يعني مش لابسين هدوم داخلية، إحنا مش قادرين نتخيل كلمة الله بتقول لنا إيه. أنا مش دعوة بهارون، هارون على عينه والرأس. أيوة لا تقل في شعبك سوء، أيوة لأن ربنا عارف إن في ناس هتطلب إن ما يكونش في علاقة، فمحتاج حد. فهو برضو بيؤيد الناس دي، بيجيب لهم واحد زي هارون ويعمل عجل ويقلعهم عريانين. وينزل موسى وجد الشعب معرة، وما فيش حد، لا يعني معلش ما حدش من الرعاة راضي يقرب من النقطة دي، لأن عايزين يؤيدوا الفكرة نفسها إن لبس وعمة وتاج وهارون وكل ده. برضو ربنا بيقول لنا لو انتوا استمرتوا كده انتوا عهد قديم ما تجددوش العهد. ده بافتراض يعني ان احنا عملنا عهد، لكن العهد الجديد هو اتعمد من واحد منطقة جلد على حقويه 30 سنة في البرية. ان احنا نفهم بيؤيد في العهد الجديد الجوهر الروحي مش الشكلي. واللي عايز يفهم يفهم، واللي عايز يفهم ياخد من الله. فالموضوع اصلا علاقة كاملة، عريس وعروس. ليه دعاها عريس وعروس؟ عشان نفهم علاقة حب، قصة حب، حب حب يا ناس، علاقة حب. فأي شيء محتاجه، ختان، معمودية، تناول، لازم يكون ضمن العلاقة. النقطة دي يتحط عليها دوائر 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 دوائر. أي حاجة، ختان، معمودية، لازم يكون باختيار. أنا اخترت العريس ده الإله بكامل اختياري وبسبب حب ليه. لو ما كانش تمام الشروط اللي هي باختياري أنا وبحب وبسبب حبي، ما لهاش لازمة أي حاجة بعملها. لازم أنا أختاره باختيار كامل. فالمسيح لما قال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، ما قالش وانتوا أطفال هاتوا حد وقتلوا عليه التلاوة. اجتهدوا، بيتكلم عن موضوع تغيير طبيعة، طبيعة حيوانية اتولدنا بيها، تميل إنها للتراب، تميل لجسد، تميل للضعف. حتى لو أنا قبلت المسيح وابتدى الروح القدس يحيى فيا ويتولد فيا، ربنا وراني عن طريق القديس بولس في رومية 7 إن في ناموس تاني هيستمر يقاوم ويقاوم. وعمل كده ربنا علشان يشوف برضو قيمة حبي لي قد إيه، قوتها قد إيه. كل الهدف كده، ما هو مش سايبه برضو هباء، ربنا مش مقرطص الشيطان هباء، لا، بسبب حكمته وتنفيذ العدالة. العدالة مش إن حد مات عني، لأنه ورالي أموت إزاي. إن متنا معاه زي ما وراني، إن متنا وصرنا متحدين بشبه موته، إن اتعالجت زي ما هو وراني بالطريقة دي، فهيتم شفاء ليا. وقال قليلين الذين وجدونه، لأن قليلين اللي هم بصراحة صادقين. عشان أبحث عنه، عشان أعبر له عن اشتياقي ورفضي للطبيعة القديمة، أعبر له عن رغبتي إن أنا عايز أبقى عضو فيه عشان ما أتحرمش منه إلى الأبد. فإزاي تكون المعمودية حاجة اتعملت لي وأنا صغير؟ لازم أنا بكامل إرادتي أنا أطلب أفهم، أنا أرفض الطبيعة الحيوانية اللي صار فيها آدم اللي هتفصلني عن الوجود في الله والشرط يعني. فإزاي الشيء ده يتعمل لي وأنا طفل؟ أرفض الطبيعة دي اللي هي بالجسد، اللي هي ترى بعيون رئيس العالم وتحارب الناموس الذهني وتحارب الروح وتحارب. فلازم أنا أكون باقتناع كامل. فالموضوع موضوع قبولي أنا لخطبة العريس، ارتباطي أنا بقصة الحب ده بالملك ده اللي شفت أنه يستاهل هذا الإله اللي أنا اخترته
لازم أشعر باحتياجي للشبع بتاعه، مش حد تاني يحسن لي، لازم أنا أحس باحتياجي ليه. هي قصة حب. تعال وانظر، تعال أنت بنفسك شوف، ما ينفعش أكلمك عنه ولا أعمل لك حاجة، ما ينفعش، ما ينفعش حد تاني يحسن لي زي ما ينفعش حد تاني أكلي أو عجبه، ما ينفعش عجبه، لازم يعجبني أنا وأقبل أنا وأطلب أنا، يعني لازم، وارفض انا وهو ده الختان، ارفض انا بنوره هو الطبيعه اللي انا فيها. صحيح دور الاب والام، ايوه اللي قالوا لنا الاباء القديسين ان في خرس الموعظين الاب والام بيجيبوا الابن، ايوه ده دورهم يشرحوا لهم، زي ما فكره صفوره في الخروج قبل ما يدخل لفرعون وقبل ما يروح لفرعون، هي اللي قطعت الغره بتاعت ابنها، ايوه لانها فهمت. بيعلمنا برضو ان احنا نعمل الاب والام يعملوا اللي يقدروا عليه، يوصلوا المعلومه دي لابنهم، بعد كده يكبر مش عايز يعيش مع الله دي براحته. وقالت في الاخر ده عريس دم، يعني ربنا الهمها ان هي ازاي من صغر ابنها تكشف الحيه والعبوديه القديمه اللي فيه. ده دور الاب والام، خطوات صح مظبوطه، وربنا كفأها وقال لها ان ممكن فعلا كان ابنك ضاع منك، لان من الامانه ايوه، بس هي دي الجزء اللي صح من الأمانة، نودي الطفل الكنيسة ده لازم من الأمانة نفهمه علشان يمشي الطريق. عشان كده لما قطعت الغرة بتاعت ابنها الكتاب بيقول لمست رجل أو مست بالقطعة دية اللحم دية رجل موسى، وقالت عريس دم. ليه عريس دم؟ ليه؟ عشان لما يكبر الإنسان يعرف بالتعليم ده يسأل عن العريس فين وتمشي الخطوات بتاعته، بعد كده يقدر يمشي الطريق. عشان كده لمست رجل موسى ده تعبير عن ان هي بتعليمها الام او الاب بتعليمه للابن ان بكشف العبوديه اللي جوانا ده اللي هيخلينا نمشي الطريق صح. عشان كده لمست الرجلين بالذبح، بتقول له ابنها لما تكبر لازم تعرف حبيبي ان لما لازم يذبح الحيوان اللي فيك عشان تقدر تمشي الطريق، فالرجلين دي خطوات الطريق. ولما يكبر هيسأله بقى العريس أتريد أن تبرأ، أتريد أن تشفى من العبودية اللي أنت فيها والطبيعة الحيوانية، فكل إنسان بعد كده يقرر، بس لازم ده. فالمعمودية ورانا المسيح بنفسه، هو بنفسه كإنسان عشان يسر الآب، راح بنفسه وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وطلع البرية بنفسه أخرجه الروح. هو ده اللي ربنا عايزنا نعمل، نقول له اخرجنا قدنا، اولا فهمنا، انت فهمنا، لاني دي حاجه بيني وبينك، انت خلقت ادم لوحده وقعد ايام واسابيع وشهور عشان يسمي الحيوانات، يوري له حيوان حيوان، يوري له حيوان حيوان، عدت علينا ملايين الحاجه، ورانه حيوان حيوان قدامه، قال له ها ايه رايك في ده، ايه رايك في ده، سميه ماشي، بس عايز يوصل لنا كلمه الله. ادم فهم ما فهمش، دي مشكلته، عايز تفهمنا كلمه الله، ان عايز ربنا يقول لنا نفسي اوريكم كل ضعف فيكم وكل حيوان فيكم، وبعد كده انتوا اختاروا عايزين تبقوا ايه. ادم بيقول واما لنفسه في النهايه اشتاء يكون لي معين، ومش معين اب، ودي كتير ربنا وراها لي في رؤى، للاسف ما حدش خد باله. ما هو لو واحد معين طب ما ممكن يطلب يقول له ما الحيوانات اسره، القرد لي اب وام وهكذا، ليه ما طلبش وقال له طب اديني معين مثلا اخ، اديني معين اب، اديني معين ام. لو هو عايز معين لانه لم يمتلئ من الله، فالفجوه اوتوماتيك شغاله، لازم تتملي من حاجه تانية، واوتوماتيك هو عضو لازم يلتصق بالكيان، فهو اختار كيان تاني رفض يكون بالروح، لان لو هو قبل يبقى في الروح ده اذا فهم كان هيختار الله يكون قرمته، فيبقى حته جواه يحيى ويتحرك قطعه زي عضو جواه. لا هو طلب يبقى كيان تاني، يبقى جوه كيان تاني غير الله، معين تاني غير الله، ومش أب وأم، لا، فمعين تاني يلاقي الشبع بتاعه بمعيار الجسد وعاش حسب الجسد. فكل واحد ليه مطلق الحرية يختار، يفهم يختار يعني. فالحيوان لم يكن فيه شيء مخبأ حتى يطلب منه الرب الختان، ولم يعرف الإنسان أن هناك عدو لص
فيه صارت الرأس المتحكمة فيه في كل حركاته، وصار مخبأ حتى لا يشعر أنه عبد، بل يظل ويخدعه أنه حر فيما هو حسب العدو، يعني حسب فكره. فطلب الله من الإنسان أن يختتن، أي أن يعرف أنه توجد رأس حية مخبأة صارت فيه وهو لا يدري أنها تتحكم فيه كل التحكم، وتخدعه أنها حر وكأنها غير موجودة، يعني هي مش موجودة، بريئة بريئة مش موجودة. فالله من محبته أول طلب وترتيب وطقس وشريعة طلبه من الإنسان أن يختتن. وإن كان إحساس الإنسان أنه عريان هو شعور نفسي، ولكن الله وضعه في الجسد بحكمته ليشعر بهذا الجسد هذا الشعور. وضحت الحتة دي؟ حتى عندما يدخل النور للإنسان سيكتشف ما اكتشفه القديس بولس وكل القديسين هذه الحقيقة، عندما قال إن الناموس روحي أما أنا فجسدي وبيع تحت الخطية، وصرت لا أعرف ماذا أفعل. ودي أصعب كلمة توصف الحالة بتاعت الإنسان بعد العبودية، مش لا يفعل ما يريده بل لا يعرف ماذا يفعل. يعني أصعب حاجة مش إن الشر الذي يبغضه يفعله، لا، ده هو من البداية هو لا يعرف ماذا يفعل. ومين اللي قال كده؟ مش شاول، ده بولس اللي هو دخل فيه الروح القدس وعبر وتعب أكثر من جميعهم، وقال في ضيقات واضطهادات، وقال صرنا منظرنا للعالم ووسخ كل شيء، وأكثر واحد واستخدمه ربنا لتوبيخ الرسل وتوبيخ التلاميذ في غلاطية 2، برضو قال في لسه جزء فيا لا يعرف ماذا يفعل، لأن هناك قوة أخرى وسلطان أخرى سلطان آخر ما زال في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني. والعجيب أن الإنسان لا يقدر ليس فقط أن يتحرر من هذا الناموس، الحتة دي جوهرية جدا، بل لا يقدر أن يراه إلا لو طلب نور الله. يعني أنا مش دريان بالحكاية دي ومش قادر أقتنع، ومحدش يقنعني أن أنا عبد لغاية النهاردة، لأني اتعمدت. نرجع تاني، يعني اتعمدت؟ عمل اتعمل لك ولا أنت عملته؟ كل ما هقولها الواحد بيقولي ايه، بيحصل له زي وقفة في العقل. انت اتعمدت يعني عمل انت عملته ولا عمل اتعمل لك؟ وهل ينفع العماد او الاكل او الملء حاجة تتعمل لك؟ في حاجة اسمها انا اكلت لك ولا انت اللي المفروض تعمله؟ خادم امين خدمة برا مصر امام الله سنه 58 سنة بيقول لي ايه ده؟ ايه ده معقولة للدرجة ده احنا مش دريانين؟ قلت له يعني انت اقتنعت؟ قال لي اه طبعا، هو فعلا هو عمل انا مفروض اعمله ولا يتعمل لي؟ قلت له انت ايه رأيك؟ ولو فعلا هو العمل هو يتعمل لك، طب فين النتيجة؟ قال لي مفيش نتيجة. يعني ايه سبي مركب؟ موضوع مركب، مش كمان حاجة وخلصت، لا ده فين النتيجة فعلا؟ مفيش نتيجة. طب فين الثمر؟ مفيش ثمر. طب فين الحقيقة؟ أنا صورة المسيح؟ لا أنت مش صورة المسيح. طب وبعدين؟ ولا قبلين الطريق إن أنا باكل طعمية في فترة وبعد كده باكل لحمة وارجع أكل طعمية تاني، ده الطريق، ده الطريق، ده الحياة الروحية، ده الحياة الروحية، دي كل الأعماق، ده كل الأعماق، ودي طاعة الله، دي طاعة الله، دي القداسة، دي القداسة، وإن أنا بردد وحافظ ودخلت مدرسة 5 سنين عشان أتقن اللغة المعينة القبطية أو الأشورية، يعني مش واعين من تحت القفة ومن أعلى القفة، الأشوريين برضو زي ما إحنا محتفظين بالقبطي وبرضه كل واحد بقى يحتفظ بلغته، ونبتدي نجاهد 5 سنين عشان نحفظ اللغة ونحافظ على اللغة ودوامات. طب وصلنا لفين؟ مش مهم وصلنا، يعني أكبر برهان التخدير المركب، مش مهم وصلنا لفين، ده أنت بتبص بعيون إيه؟ يعني أنت ده هو من غير عيون أصلا، هو من غير عين، بقينا من غير عين، ده بقينا من غير فكر ومن غير عين وخلاص. لا يقدر إنسان ليس فقط أن يتحرر من هذا الناموس، بل ولا يقدر أن يراه إلا لو طلب نور المسيح. هذا فقط إذا طلبه من الله وأدخل نور الله الذي واقف على الباب ويقرع طوال حياته. في هذا الوقت سيبدأ يدخل النور ويرى بروح الله، يرى بعيونه
فقط في هذه الحالة يبدأ يقتنع أنه مزبي. وعندما يدخل المسيح حياة الإنسان وروحه، ستبدأ ولادة حقيقية في الإنسان، وهذا هو نسل المرأة اللي حضرتك كتبت عنه الذي يسحق رأس الحية. نسل المرأة فقط، أي بداية ولادة المسيح فينا فقط، الذي تستطيع أن تحارب. يعني جوايا ناموس تاني، أنا مش هقدر حتى لو اقتنعت كمان هحاربه. يعني أول خطوة أنا مش مقتنع أن أنا مزبي، لأن اتعمدت، لأن اقتنعت أن المعمودية شيء بيتعمل لي. طيب اقتنعت فعلا أن جوايا ناموس، أنا مش هقدر أحاربه. الله بس نسل المرأة، يعني فعلا نسل المسيح بس اللي يقدر يحارب ده إذا دخلته. والمسيح فقط الذي يدخل في الإنسان، والروح الله الذي ينمو بالشروط أن يقاوم الإنسان نفسه وهو الناموس الآخر، سيبدأ المسيح يحرر الإنسان يوم بعد يوم، طول ما الإنسان يقاوم إنسانه العتيق بعدم طاعته بالصوم والصلاة، كما قال الرب هذا الجنس، وكان يقصد هذه الطبيعة لا يمكن أن تخرج إلا بالصوم والصلاة. وعندما سأل شخص المسيح في لوقا 13 يا سيد إذن قليلون هم الذين يخلصون، لم يقل الرب له أعلن إيمانك أو آمن بي أو آمن بصليبي أو ثق في عملي، لكن قال له فقط كلمة واحدة وهي دور الإنسان الذي يطلبها الرب من كل إنسان. يعني الله طلب من إنسان دور، أن تحطوا الدم في دور. الدور قاله في لوقا 13 وكان لازم يذكر في لوقا إنجيل القيامة، قال له اجتهدوا، ما قالهوش ليه أعلن إيمانك، اثبت لنفسك، اقنع نفسك أن أنت قديس. ينفعش؟ طب أعمل إيه؟ ما تعملش، أنت أعلن إيمانك، آمن فقط. أيوة آمن فقط دي بداية، لكن هو كان بيتكلم لما قال اجتهدوا أن تدخلوا ما بتضيق، اللي هو القانون العام بتاع الجهاد، في قانون في 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 الفترة دي كلها، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. وعندما سأل الله آدم بعد الخطية من أعلمك أنك عريان، ماذا حدث لك أيها الإنسان؟ هذا لينبه الإنسان السبب في هذا الشعور. يعني كان عايز يقول له افهم انت ليه حسيت الإحساس ده، جالك منين الإحساس، الغلطة جت منين، افهم. ومن يريد أن يصل للقيامة سيجد في لوقا الخطوات العملية، وخصوصا من البداية، وكل خطوة عاشها المسيح منذ تجسده هي خطوة لابد أن أعيشها للوصول للقيامة، وليس فقط أن أنجو من الجحيم مثل كثيرين اقتنعوا بهذا، ولكن لو تتبعنا كل شيء بتدقيق ليس فقط أن ننجو من الجحيم، ليس هذا هو الهدف على الإطلاق، ولكن أول خطوة هي قبول روح الله وطلبه أن يختن عقلي ويفتح ذهني، فسيعرفه الله أنه لا ينفع ولا يقدر أن يحارب فرعون، لأن الإنسان صار ببساطة حسب فكره وبرأي واحد معه، فكيف هيحارب هذا الفكر الذي صار فكره؟ وصلت الحتة دي؟ أنا تطبعت بطبعه، مش هقدر أقتنع وأنا سمكة أن في يوم من الأيام ممكن أبقى نسر، مش هقدر أقتنع. صعب جدا أي واحد قبل ما يطلب روح الله يقتنع أنه بيبقى زي يوحنا المعمدان وإيليا، مش مقنع، ده واحد جاي من كوكب تاني وطبيعة تانية. طب ما هي دي الصورة الكاملة من الإنسان، إيليا ويوحنا المعمدان والعذراء. كم واحد مقتنع أنه ممكن يبقى زي ليا وعارف يوصل إزاي؟ كم واحد؟ كلمة طبيعة تانية دي صعبة، ما حدش عمره تكلم عليه. الذين في المسيح خلي ما تكلموش، ومش مفهوم أبعادها، مصطلحات وكلام إيه هي، بتيجي منين وإزاي؟ وانت طفلة وانت مش دريانة بإيدي خليقة جديدة، دي الإجابة. ما تعمل لتعمل لك في عمل لتعمل لك، انت دفنتي ومتي، انت مش دريانة انك دفنتي ومتي وقمتي واصطبخت بصورة، انت صورة المسيح دلوقتي، اعلني كده، اعلني. طيب السؤال اللي اعلن كده، تقدر تبيع كل مالك؟ السؤال ده سألته من كم اسبوع على الجروب لواحد، قال لي لا مش مطلوبة بيع كل مالي، لان لو بعت كل مالي هبشر ازاي؟ هبشر كمان،
قلت له طب لما المسيح قال بيع كل مالك ما قالها ليش أنا، قالها للشاب الغني. كنيسة في عصر الرسل لما كانوا بيبيعوا أموالهم كلهم كانوا ما عندهمش حد، ده وقت الرسل بس. فصار الكتاب تاريخ بيع كل مالك، ده قالها للشاب الغني. طيب نعديها ندخل لقى 12 ولقى 14. لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سرا أن يعطيكم، بيعوا مالكم. قال لي برضو دي مش ليا. طب ندخل في لقى 14، من أردت أن تكون كاملا ومن لا يترك جميع أمواله لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. برضو مش ليا ده بس كده. برافو. فكر الشيطان هتيجي بعد شوية، فكر الشيطان هتيجي بعد شوية، ان الآية اللي هي الحرف اللي بيقتل، ان الشيطان قال للمسيح مكتوب، قال له مكتوب ايوه يعني يا ريت الآية ده احنا ناخد حتة من الآية نص الآية. طب الآية دي انت في اي مكان؟ مفيش مكان، انا خلقت مكان وزمان من نفسي، والآية دي هي الكتاب المقدس كله. ما ده فكر ابليس مكتوب. مش هنتكلم بصراحة يعني. حولت ال محدش يزعل يعني. لا هي ما فيش كنيسة انجيلية ولا قبطية، هقول الشخص، شخص في وقت من الأوقات قال كده في مجموعة، يعني في مجموعة بتتبنى هذا الفكر. ده طبعا من وقت انه هو طبعا الإيمان هو البداية وهو النهاية، واحنا عندنا برضو في مجموعة أخرى بتتبنى فكر انه الجهاد لأجل الطقوس، الجهاد في إطار الطقوس، فده ماشي كده وده ماشي كده، حياة الفريسيين والكتبة وحياة الصدقيين الاثنين إيمان فقط، مفيش أي تغيير. طب وفين إيمان بدون أعمال ميت؟ ما ده اللي أنا بقول. فين الآية دي؟ طيب دول بيزعلوا منها الإنجليين خالص. لا لا احنا ما نتكلمش عن طائفة، أنا عارفة لكن مش عايزينها. لا ناس، قولي ناس، ما تقوليش طائفة، لكن ما نظلمش حد. مفيش تغيير، مفيش تغيير، ما بيحصلش يعني أنه بيبقى فيه تغيير واضح جدا. صورة المسيح والقدوة دي مش موجودة لا مع الناس اللي هي بتقول انه الايمان. طب وبعد الايمان ايه الخطوات اللي بعد كده؟ ايه اللي هيغيرني خطواته؟ طيب من الثمر تعرف الشجره، فما فيش. المجموعه الاخرى بقى حولت الجهاد، تؤمن بالجهاد ولكن لغة معينة. جهاد غير قانوني في حتت مش بحسب الانجيل، حفظ لغه قبطي مثلا، حفظ لغه طقس، تكوين طقس. طب ما ده سهل الطقس، وساعة في الأسبوع ونفسيا مريح. أنا لما بدخل كنيسة معينة، زمان لما كنت في ثانوي وفي أيام الكلية، لما بدخل كنيسة معينة في كنائس واد النطرون وكنائس الأسرية، أنا برتاح جدا 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 نفسيا، بس بعد كده ربنا فتح ذهني. هل ده الطريق؟ أنا كنت بعتقد أن ده الطريق، الراحة النفسية. أنا كنت بحضر قداس وبلاقي راحة نفسية، وده كويس، وده ربنا عمله قبل أن يأتي الإيمان، كنا محروسين تحت مؤدب، الله عامل مؤدب وسياج، بس كنت فاكر أن ده الطريق كله. وطول ما أنا عايش كده بعد 40-50 سنة هبقى قديس، ما حصلش. مش وجودي ساعة في مكان، مش ده اللي هيغيرني، ده لما ربنا فتح ذهني. أنا عايز أقول للناس تعالوا الطموا معايا، زي ما القديس بولس بيقول ويحي أنا الشقي، أنا شقي، إيه ده اللي أنا بعمله ده؟ أنا بقعد بروح مكان برتاح نفسيا ساعة وبرجع، طب فين الطريق؟ أنا كنت معتقد أن ده الطريق، بس طبعا ده مش عذر. طب أنت فين اللي بيفنى؟ لا ما أنا ما فتشتش الكتاب بأمانة. فهو الإنسان طالما مش أمين مع نفسه مش هينفعه حد، طالما الإنسان مش أمين مع نفسه وطلب من الله يفتش له هو كل كلمة، فتش الكتب. لا ده أنا خدت الآية اللي أنا عايزها، لأن لسه فكر رئيس العالم مكتوب آمن فقط فقط فقط. في ناس مطلعة كتاب آمن فقط، وليه مزودها طب فقط فقط فقط؟ عشان عايز يقول لنا هو فقط. طب ما هو فقط برضو عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح. طب ما هو فقط إن متنا معه، ما هو انت واقف تحت الصليب، ده كلام واحد بره مصر يعني، انا مش بتكلم على مصريين. قال لي وانت واقف تحت الصليب والمسيح مصلوب، انت كده بتموت معاه وانت مركز معاه. قلت له يعني ايحاء؟ قلت له طب فين مع المسيح صلبت؟ قال لي ما انت مصلوب معاه.
طب وفين ان كنا متنا معه؟ قال لي انت ميت معه. قلت له طب فين ان صرنا متحدين بشبه؟ طب فين شركه الامه؟ فين التشبه بموته؟ قال لي كل ده باعلانك انك قبلت ان يموت عنك. قلت له طب بس ده كده وسيله مش هدف. المسيح ده وسيله مات عني انا فصرت انا الهدف وهو خدام عندي. وقلت له موت يلا عني. هو مش إله. طب فين تتبع خطواته؟ طب انا الوقت تتبعت خطواته في ايه؟ طب سلكت زي ما سلك في ايه؟ طيب حياته 30 سنة نبعد عن الصليب شوية. هرب. أنا هربت في إيه؟ رحت مصر. إيه هي مصر؟ معلومات كلها جديدة لما قلتها الناس. فين مصر في حياتي اللي هربت لها؟ أنا إله. السنتين اللي أنا رحت بيهم مصر. طب ليه ساب العذراء وهو طفل؟ فين ده في حياتي؟ فمش مفهوم حكاية إن كل خطوة دي هي أنا لازم أعيشها. هو مش محتاج يهرب ولا محتاج حتى يصوم. ضيعنا تعب زي ما قلت. لا هو طلع هو اللي حصل ان انا اللي مش محتاج اهرب ومش محتاج اصوم لان انا اله وهو يعني لسه انا يعني انا اله ولا محتاج حاجه وهو انا بيريحني نفسيا معرفته بس كده يعني من بعيد لبعيد اتعرف او انا برضو عشان اله فلازم يبقى في حاجة استند عليها مثلا مش عارف اقول ايه يعني كلام صعب يتقال بصراحة انا مش عارف اعلق يعني لو علقتها كلام مش محتاج هو في نقطة مهمة يعني برضو ربنا علمها لي كتير قوي اللي هي صرت لليهودي كيهودي لكي اربح اليهودي وصرت للذين بلا ناموس كأنني بلا ناموس لكي اربح الذين بلا ناموس وصرت للكل كل شيء. ليه؟ لأن الحقيقة ممكن أي فكرة صح بس لشخص معين تنفع ولوقت معين. يعني لما ندخل حضانة ويجي واحد يتعصب ويقول المريلة صدقوني هي الصح صدقوني نقول له أيوة هي صح بس الفترة معينة أنت عايز تثبت فيها دي براحتك. لو طلبت عيون الله يقول لك ايوه صح المريله والمسطره والاستيكه بس دي خطوه مفروض تعديها شهر زي امن فقط اعرف المسيح. وناس كتير اتناقشوا معايا مبشرين في اوروبا عراقيين وسوريين ولبنانيين قالوا لي ايه اللي انت بتقوله ده انت المسيح قبلك كده انت المسيح انت لسه الاسبوع اللي فات واحد بيقول لي انت من اللي اتقال عنه في الكتاب سيقوم ناس في الايام الاخيره منعين عن الزواج بافكار شيطانيه وبفكر شيطاني. ف قلت له انا ما منعتش حد عن الاكل والزواج اولا فانت غلطان في النقطه دي متاخذنيش يعني وما منعتش حد عن انه يصوم يعني ياكل ولا ما ياكلش يصوم ما يصومش انا بقول للمسيح علمه لي انا واللي انت بتقوله برضه مش غلط انت بتنادي ناس في عمق الشر والخطيه انهم يتوبوا طب ده شيء رائع بس مش كل الطريق بس اللي انت بتقوله نافع لناس بعيده كل البعد في الخطيه ايوه وده شيء رائع ايوه وصح كمان آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك أيوه طب ما دي آية ودي حقيقة في الكتاب المقدس أيوه لكن هل هو ده الطريق كله هو ده محور النقاش اللي ناس كتير مش فاهماه وده محور الخلافات بين الطوائف وبين الخدام اللي جوه الطائفة واحدة لأن مش مفهومة كذا نقطة مش مفهومة كذا نقطة أهمها أن الطريق مراحل كتير ده مش في الحسبان لما بكلم ناس بيقفوا كده بيستوقفهم الكلام كأن أول مرة والحقيقة أول مرة يسمعوه ولهم كلامكم صح حتى الشخص اللي اعترضني من فترة على النت وعلى اليوتيوب شخص في العشرينات وبيقول لي باسم يسوع أنت فيك تعليم شياطينية وأنا هحاول أصلي لك قلت له حبيبي اللي أنت بتقوله رائع
ان انت بتكلم الناس عن المسيح وهم فهموا الخطيه، والله مستخدمك رائع، واللي انت بتقوله مظبوط، وفعلا الكتاب بيقول ان هيجي ناس بتعليم شيطانيه منعنا الزواج، وفعلا دي فكره شيطانيه، او منعنا الاكل، ايوه دي فكره شيطانيه، لان اولا النور من 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 المسيح نفسه، من الله اللي جوه الانسان ده لو دخله. ثانيا الطريق مراحل، المرحله اللي انت بتنادي بيها صح واللي انت بتقوله صح وبتنادي للناس، لكن هو نفسه كمان المسيح قال كونوا كاملين، وهو نفسه عاش 40 يوم من غير اكل، فقال لي زي ما ناس كتير قالوا لي كل ما اقول الجزء ده يقولوا لي طب انت بتعمل كده بتقدر فدوامات الذات داخله دوامات كتيره قوي. فلو الانسان ما دخلش المخدع، خلاصه الموضوع، وطلب من الله بعد ما خد فكرة ان هو عريس وقصة حب، وقال له انا مختارك تكون الهي وتكون الحبيب والعريس وتكون الصديق وتكون اللي انت كتبه لي في الانجيل وتكون النور، مش هينفع اي حاجة. لو الله، لو الانسان ما كانش صادق طلب من الله بنفسه انه يقوده، كل ده مش هينفع. حتى لو اقتنع بان باسم يسوع آمن وهاكل اللي أنا عايزه، ده مش هينفعه لأنه مش هيزبط. وحتى لو هيطلع البرية واقتنع أن الأباء القديسين هم فعلا القديسين وطلع البرية، برضه مش هيقدر يزبط بدون قيادة روح الله. لا يستطيع، لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إلا ما يكتسبه الآب، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. وسيصير الجميع متعلمين من الله. ده خلاصة الموضوع، إن الله وروح الله هو اللي بيعمل كل شيء. ده إذا أنا تنازلت بجلالة قدري أنكر ذاتي، بس من أراد أن يتبعني مش يقتنع بأن باسم يسوع تتغفر خطيته، لا، من أراد أن يتبعني ينكر ذاته. من أراد أن يتبعني مش هيقلد الأنبا كراسة وأنبا طنيوس، لا، مش هيقدر يقلد أي حد. وحتى لو اقتنع مش هيقدر يخطو اي خطوة، لان البناء بيد الله، مبنيين بحجارة حية، بيتا روحيا كهنوتا مقدسة، لكن مبنيين على اساس الرسل والانبياء، يكمل الكتاب، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء، والختان يكون مصنوع بيد غير بشرية. الله هو اللي بيبني الهيكل جوانا، هو ده خيمة الاجتماع اللي جوانا، الله اللي بيعمل كل شيء، بس ده لو دخلته هو اللي هيعمل كل حاجة، يقنعني ويفهمني انها مراحل، واللي يفهمني اللي واقفين في الشوارع في اوروبا يسوع ده صح، واللي بيقولوه صح وبينادوا للناس في عمق الخطية ييجوا عشان يبحثوا عن خلاصهم، كل ده صح. وبرضو غلط يجي حد يقول ايه الجنان ده، لا مش جنان، كلامهم صح، بينادوا الناس. طب ما تنادي زيهم انت، ليه غلط؟ ليه غلط؟ ففي كذا نقطة مش باينة، إن الطريق مراحل كتيرة وعلى أشكال كتيرة، بس في ناس ماشية بذاتها وما أنكرتش ذاتها، فدي مش هتعرف تكمل التبعية للمسيح. ممكن ربنا هيسامحها ويغفر خطيتها وتنقذ من الجحيم، وهم اختاروا كده برضو براحتهم، لكن هو المسيح قال كونوا كاملين، اللي أكتر كلمة بتنرفز مملكة الشياطين. أنا لن أنسى في الصعيد كنت من فترة قريبة، وجي خادم في كنيسة ما، في طائفة ما يعني، قال لي ما فيش كامل غير يسوع. وقلت له طب يسوع قال لي كنوا كاملين على مهلك يعني. فطريق طويل قوي، والمسيح نفسه قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق، هو إلهنا قال كده، وقليل اللي وجدون، هو إلهنا قال كده، واجتهدوا، مش ما قالش اعلن. فهو بيتكلم عن المعيار الكمال اللي هو كمال الامتلاء، وما ينفعش آية واحدة، دي النقطة الثانية والثالثة، تنفع تكون منهج كامل. ما ينفعش آية واحدة، ده فكر الشيطان الناقص، لأن الشيطان كله خداع وناقص وكله نواقص، فياخد آية يقول له مكتوب، فربنا علمنا نقول له ما مكتوب أيضا، أو مكتوب أيضا ومكتوب أيضا. ما ينفعش آية واحدة تنفع الطريق كله، ما ينفعش. أنا لازم أفهم عظم من عظامه لا يكسر، ده لازم كل العظام تبقى سليمة، وكل كلمة تخرج من فم الله تحييني،
ما ينفعش يقول مكتوب. مكتوب أيضا كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. هو نفسه ألزمني بكده، فعشان أفهمها أطلب منه هو، مش أتعصب لذاتي، مش لطائفتي ولا للشعب ولا الأمة، لا، التعصب بيكون للذات. أتعصب لذاتي، ذاتي مش هتنفعني. لو أنا عايز أتبعه وأفهم وأوصل وأنفذ وأكسب كل المكاسب، إن أضمن وأكون حكيم، رأس الحكمة مخافة الرب. وإيه هي مخافة الرب وقانونه؟ أنكر ذاته وأقول له فهمني أنت، مش أنا أفهم زي ما أنا عايز. ده بقى كل واحد براحته يفهم زي ما هو عايز، يطلب من الله يفهمه بعد ما ينكر ذاته، ده اللي هيكسب طبعا كل شيء. فكل خطوة في الطريق عاشها المسيح دي خطوة أنا محتاج. أنت الوقت برأي الناس ولا أنت أنت؟ فهي النقطة اللي قالها القديس بولس اللي كانت حاسمة في كورنثوس، كورنثوس طبعا اللي هي المدرسة، في مراية الله بيخلي الإنسان يشوف نفسه لوحده. ليه ما تطلبش من الله يوري لك أنت إيه؟ مش قالوا إيه؟ إمتى هندخل عهد جديد؟ إمتى؟ إمتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وإمتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان نقوم؟ إمتى هنقوم؟ وإمتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ إمتى؟ إمتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟ إمتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟